مرحبا وسهلا مشاهدي الاحبه، صباح الخير، صباح الجو الجميل، صباح الامطار الخير والبركه اللي تشهدها مختلف ولايات ومحافظات السلطنه. كان ذاك لقطات حيه، يعني لقطات تسجيليه من صباح اليوم لوادي بدت بولايه السويق بمحافظه شمال الباطنه. قبل الفاصل، قبل لا نشوف هذه اللقطات، كنا نتحدث انا وحوراه حول موضوع انه يعني الحين بادي الحاله الجويه، وهناك ايضا اخبار الحين تتداول حول احتجاز بعض الاشخاص في بعض الاماكن في بعض الاوديه. يعني ما زلنا نقول ونكرر للجميع انه امطار الخير والبركه نستمتع فيها، الاوديه نستمتع فيها، ولكن بما يضمن سلامتنا، بما لا يعرض حياه الاخرين للخطر. الحين التنبيهات قبل لا تصل الحاله الجويه الى ذروتها، من الحين نقول الواحد ياخذ الحيطه والحذر يا مشاهدينا ويا احبتنا. عموما ننتقل بكم الى الوقفه الاولى والمحطه الاولى اللي نتعرف من خلالها مثل ما ذكرت زميلتي حوراء حول موضوع جدا مهم، وهو عناد الاطفال. هذا الموضوع وهذه القضيه خلينا نسميها اللي تؤرق لربما الاسره، تؤرق الاب وتؤرق الام عندما يكون الاطفال في درجه عاليه من العناد. يا ترى تفاصيل هذا العناد، اسبابه، كيفية العلاج منه، راح نتعرف عليه إن شاء الله تعالى من خلال إنسانة متخصصة في هذا الجانب، وهي الأستاذة نقاء بن جمعة اللواتية، أخصائية برامج وتوعية مجتمعية بدائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية. صباحك خير، صباح أيضا الأجواء الجميلة أستاذة نقاء. صباح النور والسرور، يا أهلا فيكم، يا أهلا وسهلا. أستاذة نقاء، نحن نعلم أن العناد هو إصرار الطفل على حاجة معينة، هذا المفهوم المنتشر يمكن بين الآباء وأيضا الأمهات. خلينا نحن نتعرف أكثر ونتعمق أكثر ونعرف أكثر أيضا عن موضوع العناد عند الأطفال. مفهوم العناد، يعني هو باختصار العناد هو معارضة الولد الطفل لأوامر والديه. نعم، يعني هذا هو تعريف العناد، هذا باختصار. ولكن هي اللغة اللي الطفل يعني يعبر فيها عن استقلاليته، عن اعتماده على نفسه، عن ثقته بنفسه. هذا المفهوم الحقيقي للعناد. نعم، هي لغة، يعني هناك من يرى أنها هي اضطراب سلوكي، وهناك من يرى أنها هي لغة، وهو الأكثر يعني ميلا إلى أنه هي لغة يعبر فيها الطفل من عمر السنتين، لأنه هو قبل عمر السنتين الطفل معتمد اعتماد كلي على من؟ على أمه. نعم، على يعني على الوالدين، وأكثر شيء على الأم، في لبسه، في أكله، في شربه، في قضاء كل احتياجاته. الطفل قبل السنتين يكون هو معتمد على أهله. بعد السنتين أو قبل السنتين بكم شهر يبدأ يحاول المشي، يحاول فهي تبدأ عملية العناد بعد عمر السنتين إلى طبعا إلى 5 سنوات يكون في الوضع الطبيعي. نعم. إذن الوضع الصحي ووضع الطبيعي مسألة العناد في هذا الجانب. لكن يقال إنزين أنه العناد الأطفال في الوقت الحالي صار أكبر وحدته أيضا أقوى من الفترة الماضية والعصر الماضي، صحيح؟ يعني الحين التجارب، ليش السبب؟ يعني السبب واضح جدا، هو عدم تقبل الوالدين إنزين نظرا للمشاغل الكثيرة للوالدين، سواء كانت الأم ولا الأب إنزين، فبالتالي عدم تقبلهم لهذه السلوكيات الطبيعية. زمان أول كانت الأم متفرغة في أغلب الأحوال، صحيح، فكان عندها المزاج وعندها نقدر نقول البارض إذا جاز التقبل على أن ابنها يكسر، يوسخ، يحاول أنه يلبس زين. الآن ما في هذا التقبل نتيجة لحركة الزمن السريعة، ونريد عصر السرعة، كل شيء يريده يمشي على إيقاع سريع. فبالتالي الولد يريد يجرب أنه مثلا على افتراض أنه يأكل بروحه، لنفرض إنزين. الآن من عمر السنتين يريد يحاول أن يمسك الملعقة، أول كانت الأم تعطي الملعقة، صحيح، إنزين. الآن هو يريد يقول لك أيتها الأم، ماما أعطيني مساحة أني أنا أجرب. طبعا الأم مشغولة تريد تخلص بسرعة، صحيح. زين إذا هو مسك الملعقة معناته إيش بيصير؟ نص الأكل بيطيح على ملابسه، صحيح، ونص الأكل بيطيح على السفرة أو على الطاولة، ويمكن ما يأكل إلا شوي من الأكل كله. زين الآن الأم مستعجلة، سرعته بتخلص، عندنا خروج إلى خارج المنزل، وبالتالي يبدأ من الذي يعاند السؤال؟ من اللي يعاند؟ الأهل. أيوة، الأهل هم اللي راح يعاندون الطفل. الطفل يقول لك هذا حقي الطبيعي إني أنا أمسك الملعقة، أنت ما جالسة تعطيني فرصة، صحيح، نتيجة للعوامل الأخرى. وبالتالي نقول من العنيد؟
العنيد بشكل عام وكما يقول علماء التربية هو من؟ هم الأهل، لأن الأهل يريدون يفرضون قراراتهم ويفرضون شخصياتهم ويفرضون أوامرهم على طفل عمره 2 و3 و4 وهو يقول لكم دعوني أكتشف ذاتي. نعم، عموما يمكن ولي الأمر يحسب العناد بالوقت، ولكن الطفل يمكن يحسب أنه هو حاب يستثمر وحاب أنه يبين قدراته لدى ولي الأمر، مثلا يقول له أنا أستطيع، هو تحدي عموما للأم والأب دائما. صحيح. لكن كلمة عناد أنا بالنسبة لي وبرأيي الشخصي إن هي كلمة جدا كبيرة لدى الطفل، لما أنا أقول طفلي جدا عنيد. صحيح، طبعا هو لأنه هذا درجة على لسان الآباء والأمهات إن أنا إيش، إن أنا طفلي عنيد. إنزين، ولكن لو نجيبها بطريقة إيجابية نقول إن طفلي بدأ يستقل. نعم. طفلي يريد يعتمد على نفسه. ولدي يريد أن ماذا، أن يثبت ذاته. بس هو بالفعل عناد، ليش؟ لأن هي عملية شد وجذب. صحيح. يعني أنا أريد وأنت تريد، تمام؟ ولا فهي ككلمة كبيرة صحيح، ولكن هي هذا تفسيرا للسلوك اللي قاعد يصير من قبل. لكن لربما رد الأب أو رد الأم أيضا يقول إنه الطفل الحين يعاند فعلا، لأن إذا كان أنا أشوف إنه أنا إنسان أكبر منه وأنا أوعى منه وأنا أكثر عندي خبرة وتجربة وهو أساسا هو طفل، فأنا فعلا أشوف إنه السلوك اللي قاعد يقوم فيه سلوك خاطئ، وربما إنه راح يأثر فيه سواء سلبا أو أيضا إيجابا، فلازم إني أنا أوجهه بالطريقة الصحيحة. بالطريقة الصحيحة، صح. أنا أتفق معك في جانب وأختلف في جانب. نعم. الجانب الأول إن الأب والأم من لما كان الطفل عمره 0 إلى 2 كانت الأم هي المسيطرة والأب هم المسيطرين على كل وضعيات الطفل. نعم. متى ينام، متى يقوم، ها؟ صحيح. كل شيء كانوا تحت. فتقبل الآباء للتغير الجديد الحاصل في شخصية الطفل ما بهذاك الإيجابية، ها؟ بأني أنا أسمح لطفلي أن يتخذ بعض القرارات التي ستساهم مستقبلا في بناء شخصيته. نعم. القضية هي إيش؟ القضية أنه أنا أول سنوات التربية 7 سنوات الأولى هي السنوات المفصلية في غرس في 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 بناء وتنمية القيم والمهارات الشخصية اللي أنا أريد أبنيها في طفلي. صحيح. المشكلة إيش اللي يصير؟ اللي يصير أحيانا أن أنا كأم وأب أريد الآن ابني ينفذ الموضوع هذا. إنزين، قد طبعا العناد اذا قهر من قبل الام والاب، ايش اللي راح يصير؟ اللي راح يصير يخلق لدي شخصيه طفل مستسلمه مستقبلا، اتكاليه غير معتمده على نفسها، لان هو لما يعاند يقول لك انا اريد ان البس، انا اريد ان ارتب بطريقته هو. صحيح. بطريقته، فلما انت تسمحين له ان يمارس بعض الامور التي لا تختص بموضوع الامن والسلامه. ممتاز. فقط انا اقول لو اجي ابني يقول انا اريد مثلا لا سامح الله العب بالنار، لا هذا ما في كلام. أيه. حزن. صحيح. ما فيها. نعم. انا اريد مثلا لنفرض مثلا ياخذ الكاس ويرميه مثلا الزجاجي على مثلا على اخوه، لا هذه في قضايا فيها خط احمر. صحيح. اللي هي قضايا ايش؟ الامن والسلامه. نعم. ما دون الامن والسلامه انا اقول للوالدين طولوا بالكم شويه، انتم تصنعون شخصيه هذا الطفل، اصبر عليه 4 سنوات 5 سنوات، لأنه مسؤولية أنك أنت قاعدة تربي تنمي. ممتاز. فهذه هي إحنا كوالدين نحتاج نمتلك بعض المفاتيح بعض المهارات للتعامل مع السلوكيات. 1 2 أن أتقبل أن هذه من سمات شخصية مرحلة 2 إلى 4 سنوات. صحيح. يعني أنا كأم لما ليش نقول ضروري جدا على الوالدين قبل أن ينجبان الطفل الأول والثاني أن يأخذان دورات تدريبية في كيفية التعامل مع الأطفال. لأن هذا مثل رخصة قيادة، رخصة قيادة سيارة، رخصة قيادة الأطفال، كيف أقود هؤلاء الأطفال بالطريقة التي تتناسب مع خصائص نموهم. نعم، يعني يمكن الانتقال من مرحلة الاعتماد على الأم إلى مرحلة إلى مرحلة طبعا الاعتماد على الذات. أحسن. عموما مثل ما ذكرتي أيضا أستاذة نقاء، يعني أنا أيضا برأيي أنه يمكن فطرة الإنسان دائما أنه هو ما يقتنع بشيء إلا إذا كان هناك في توضيح أيضا. أحسنت. لكن المشكلة إذا كان ولي الأمر أو الأم والأب ما عارفين كيف يوضحوا للطفل
انه هذا الامر خاطئ. وممكن اذا كان الطفل عموما عمل حاجة معينة ومعاند على هذا الشيء، ممكن هو يكون في الطريق السليم ان احنا ما نكسر في هذه الصفة. يعني حتى مثل ما ذكرتي انت، حتى ما يكون هو مستسلم او انه يعتمد على الغير ايضا في المستقبل. اتفق معك تماما. الطفل الذي يقول لا في صغره وسمح له بأن يقول لا في الأمور الحياتية وفي أمور بناء الشخصية، نعم، وجرب وقد يخطأ ويخطأ، ولكن هذا الخطأ هو طريقه إلى النجاح. نقول لهؤلاء الوالدين مبروك لكم وجود طفل يقول لك لا، ها، وعرفتي أنت أيتها الأم كيف توظفين هذه لا في صناعة شخصيته. في مرحلة المراهقة وفي مرحلة الشباب، هذا الطفل هذا الشاب أو الولد سيكون له القدرة على أن يقول لا للانحراف، صحيح، لا للمخدرات، لا لأصدقاء السوء. ولكن الطفل اللي ما قدر، اللي ما أهله ما سمحوا له أن يقول لا، كل ما قال لا قهروه، ضربوه، ها، صرخوا عليه، مارسوا كل مدمرات بناء الشخصية، صحيح. هذا الطفل سيكون عرضة أكثر. لأن ماذا؟ لأنه ما سمع أحد يقول له كلمة لا، إنزين، فبالتالي سيكون عرضة لتعاطي المخدرات، للانحراف في الطريق. نعم، عشان ما يكون تابع أيضا لولي الأمر. أحسنتي، لأنه هو تعلم أن يكون ماذا؟ تابع. وبعدين بيفرض شخصيته خلاص انه انا فعلا انسان مستقل لما يصل لمرحله المراهقه. أحسن. فيعمل سلوكيات ربما ما متقبلينها في البدايه لانه الاهل اساسا كانوا مثل القيد على كل سلوكياته. احسنت، بارك الله. بارك الله فيك استاذه نقاء، واحنا سعيدين جدا بوجودك اليوم معنا في برنامج خاص. شخصيا استفدت واستمتعت بالكلام والاضافات المثريه اللي على السريع كذا ذكرتيها ايضا في برنامجنا، فاتمنى انها تصل الرساله لجميع الاباء والامهات في كل ما يتعلق بعناد الطفل. واحنا ان شاء الله تعالى ايضا في حلقات قادمه سنقوم بتفاصيل أوفى حول هذا الموضوع. الحين نروح لفاصل مشاهدين الأحبة، وبعد الفاصل نستكمل معكم باقي فقرات ومحطاتنا ومباشرة إلى بيان البلوشية، ولكن بعد الفاصل.